لا نأكله إلا بعد كسره. البرتقال توجد في الجسم بأعداد كبيرة. الأسنان شيء أو موضوع يجعلك تضحك. النكتة شيء تشعر بالراحة إذا خلعته. الحذاء نوع من المصارف والبنوك في العراق. الأهلية ماشي. لا نأكله إلا بعد كسره. البسكوت توجد في الجسم بأعداد كبيرة. العظام شيء أو موضوع يجعلك تضحك. النكتة شيء تشعر غير باص غير باص. شيء تشعر بالراحة إذا خلعته. الملابس نوع من المصارف والبنوك في العراق. الصرافة شيء أو موضوع يجعلك تضحك. الفيلم خلينا نشوف. أخذ الكمبيوتر لربما. خلينا نشوف النقاط. السؤال الأول